واش دابا يجيبوا لك الصديقي بهذه الطريقه ويدوزوه؟ واش هي ما لا تقلقنا؟ ولكن ماشي لاننا الحزب الحاكم بين قوسين، ماشي لاننا الحزب الحاكم غنبداو نديرو ممارسات بحال حزب التحكم ونبداو لان الى شي واحد ديالهم نهزو التليفونات ونوقفو البيضه في الطاس ونوضو نقلبو. لا سيدي، بغيتو كاع تسنتو له، بغيتو تسمعوا له، درتو معاه 9 ديال الساعات وحنا غنشوفو هادشي فين. زيد اسيدي، ما كاين مشكل، يلاه زيد. ولكن الى وصل داكشي للحدود ديال اللياقه وحدود ديال لا ديمقراطيه ولا قانون، راه ما يمكن الا ديك الساعه ماشي غير الحزب سيتحرك. وانتم تعلمون ان القضيه ديال المعتصمين كانت غادي راها غاديه، ولكن ملي وصل داكشي للتصارع سمحوا لي على هذا، حتى انا وليت نهضر بالهضره ديال شنو تنقولوا نحن التصارع؟ مقصر بزاف القصاره بالقهر. ايه ملي تتوصل لواحد المستوى بالفعل الحزب المعلوم اليوم يستعمل هاد التصارى بزاف. حنا تنراقبو، حنا تنراقبو،